السلام عليكم، انا علي بابا من سكينة دوار الريعين حرودة. تقريبا هذه شي 10 سنوات وانا مبلي بالكيف شقوفة. اول مرة كانت عندي 20 عام تبليت بشقوفة بالكيف، وكنت منا من الله تعالى يعفو عليا والحمد لله. يعني شي عشبة نباتية هي كيف، يعني ما فيش ضرار بزاف، ما فيش نيكوتين، والحمد لله البلية كتكون مع عقل، العقل شوية كيكون طايش المراهقة، كتكون البلية كتحس براسك تلقى راسك تبليتي. ملي كتزوج كتولد كتلقى راسك راك مبلي، كتولي بغا تحيد من البلية كتلقى راسك راك مبلي، ومع المصاريف والمعيشة بنادم كتعيش نهار بنهار، يعني مدارم مع البلية ومع كل شيء، مع السير ومع المصاريف مع الحمد لله بعدا عدنا لكري لوالو في ديور الصفيح. ساكن في كاريا الحمد لله بخير وعلى خير، يعني من ناحيه المعيشه اللي شويه كتكون ضارم مع الوقت ضارم مع المعيشه. عندي وليد ومدام حامله، وفي هذه الظروف هذه دابا في الاول ديال 20 قبل من 20 شهر 3 حطيتهم في الدار مع الوالده والوليد، يعني بيكون وقاية نيسف هذا الحجر الصحي وبعاد على بعضياتنا والحمد لله. مدام نيسف بغا تجي هنا وهاد الحجر الصحي ما خلاه في محال تما وبعاد من بعضياتنا وبخير وقاية. ديتها عند الوالدة والوالد ديالي في الدكالة، كتحرت معاها ومتزرع تحش كلشي ديرو دابا مع العروبية تما ومعونا مع الدار وبخير. وعيشت كتشوف هذا ضروري طيب شي حاجه باش تقضي وصافي الحمد لله. وندمت على دبلي على شبليس، حيت نضيع عليا الوقت ديالي، نضيع عليا بزاف الحوايج. كنكمل كيف كنحس براسي ما عادش كنسبغ ندير، ملي كنكمل كيف كنوقع في بلاصتي ما كندير والو. وديال البليه باش خايبه، يعني الانسان كيكون بلي كيكون معطل بزاف، ماشي غير هو مبلي نيت ولكن معطل، البليه كتعطلك الا ما كميتيش. باش كتقول تكون العزيمه تكون حسن تكون مزيان، بيضرك راسك ما يبقى ما يعني الا ما كانش الكيف هو كيف كيفاش هو كيفاش كيف كيفاش، يعني الكيف هو اصلا عشبه نباتيه شي حاجه اللي ولفتها بحال شنو نقول لك شي. المهم كتكيف، ملي كتكيف كتولي صافي ما باغي والو بخير ترونكيل. الكيف كيفاش كيف كيفاش وبغى ما عرفتوش كيفاش. انا بغيت نحيدو دابا وما عرفش كيفاش، ما عرفش كيفاش نحيدو. ما عمرني من نهار تبليت دابا شي 10 سنوات ما عمرني حيدتو 24 ساعة. ضروري يعني الكيف الكارو، لما كانش كيف ضروري ديباني كارو كارو. هي الحمد لله يعني يكون الوقاية وتكون نظام البلاد كل شيء كاين فيها، يعني النظام كاين المعروف بحال العادي. يامات اللي ما كايناش كورونا كاين الكيف، تقدا في اي بلاصه قالوا لك كاين الكيف سير اللي معروفين شي حاجه معروفه ديال راه كيف راه ضروري. اللي هي انا بالنسبه لي انا شي حاجه ضروريه، بحال غادي نتقدا شي حاجه من لوبيتال شي فانيت شي حاجة، وكذلك يعني غاشي تقلب على مول كيف غاتمشي تقدا من عدو وترجع. كنتمنى لكل مبلي الله يعفو عليه.
من قلبي الله يعفو على كل المبليين. وشكرا شكرا لهذا الاستجواب. الحمد لله اللي عطيتونا فرصه باش نهضروا على هذا الشيء البليه. بالنسبه لهذا الوقت هذا الحجر الصحي، الوقايه بقاو في محالكم. اللي بليه طلع السطح كي قال لكم صلاح حلوا له شي شرشم في الكوزينه خليه يكمي، والله يعفو على جميع امه محمد. والحمد لله بقاو في محالاتكم، راه حتى شي حاجه ما خاصه في البلاد، كل شيء موجود، كل شيء موفر. الحمد لله والشكر لله.